التي أتت من مهاجري جنوب الصحراء إلى تونس. جينا اليوم ما دام ما رقيناش مواقف سياسية وانقلوها رأسا من السيد رئيس الجمهورية، ذنكم باش يقول لكم استوب، كفاكم ظلم، كفاكم تهجير لوجود هذا الملف في تونس. الناس هذوما اللي بروا القتل والجرائم، الناس هذوما اللي اعتبروا نضال الشعوب من اجل التحرر اعتبروه ارهاب. الناس هذوما للاسف وعناوينهم الاشد تطرف، استقبلوهم بالاحضان، استقبلناهم بالاحضان. الناس هذوما اللي اعتبروا ما يجري في غزه اعتبروه ارهاب. الناس هذوما المسؤولين على الموت في البحر الابيض المتوسط. على الأراضي الإفريقية.